بالنسبه لي انا كاسيان شفتي العالم اللي كيكون فيه الظلام لو الاسود اكثر بزاف باين جميل كنستعملهم لو اسود كل لوحه تعبر على موضوع مختلف بحال هاد اللوحه هذه عبرت فيها على طفل لانه عنده حد كوكب خاص بيه اللي يكون فرحان ويلعب منا وحد كوكب اللي يكون هاد اللوحة هادي مثلها بتعبر على طائر مصور حد الغصن اللي كاين ضوء المشاهد اللي كيتمنى انه يكون واحد اخر ديما كاين عندك فيها لوحات فيها الحركه والحوار ديال الاشخاص جميعا وبالنسبه للوحه هذه حاولت اننا نشوف الخيال ان الدولفين يكون في السماء مثلا اي وضع انه يكون في البحر كيكون جميل نعم وبالنسبه لهذه في عالم الطبيعه كنلاحظوا وين التحولات اللي كاينه في الطبيعه ولكن التحولات واش كتشير بها زعما التغيرات اللي كتبقى في الطبيعه الفصول ولا التغيرات التحول اللي كيوقع وفي نفس الوقت ديال خدمتها الالوان شنو هي الالوان اللي كتستعمل؟ كل فصل عنده واحد اللون خاص به وكاين تما الوان اخرى يعني كاين بعض الفصول اللي كيكونوا ما بين كل فصل وفصل واحد الفصل اللي ما كيشعر به غير الفنان كيكون عنده واحد الحس حس كيحس بديك التغير والتحولات اللي كاينه في الطبيعه قدم لي السميه ديالك شيماء الوافي كانت هي شغوفه بالرسم كنكر الرسم بزاف وكيفاش نتقن على المشاركه ديالك في هذا المعرض كيفاش جات المشاركه ديالك والمشاركه ديالك كنت معك